يا تحياتي لكم. طيب خلينا نبدا طبعا من الشامبيونز ليج والقرعه، وشفت ايه اكتر المباريات الناريه اللي هتكون في الشامبيونز ليج في دور ال 16؟ من وجهة نظر الألمانية فأرى أنها مباريات ولقاءات قوية جدا، حيث ليفربول ولايبزيغ، حيث يورغن كلوب مدرب ليفربول سوف يأتي مع مو صلاح إلى ألمانيا إلى لايبزيغ الألماني، فأعتقد أنها مباراة قوية نارية، فهو حدث خاص، حدث مهم، وأعتقد من وجهة نظري أنه ليس أنها ليست مباراة سهلة على ليفربول، حيث كما نعلم جميعا ليفربول فريق قوي وفريق مهم جدا، ولكن لايبزيغ ستكون مباراة نارية، مباراة مهمة جدا، وأعتقد أن لايبزيغ فريق سوف يكون على كامل الاستعداد لمواجهة ليفربول. ولا نستطيع أن نتوقع نتائج هذه اللقاءات، فكل اللقاءات مهمة جدا وصعبة جدا. أعتقد مدرب لايبزيغ على سبيل المثال فهو ناجلس مايا، وعندما نتحدث عن مانشستر سيتي البيب غوارديولا في مواجهة مونشن جلادباخ، فهي مباراة مهمة جدا، أرى من وجهة نظري سوف تكون من أهم اللقاءات وأهم المباريات. لابد على بيب غوارديولا أن يعيد حساباته ويستعد بشكل مختلف لهذه المواجهة. الفرق الألمانية ليست سهلة من وجهة نظري، فهم على كامل الاستعداد لهذه المواجهات في الشامبيونز ليج. مانشستر سيتي فريق مهم ومفضل لدى الجميع، وعندما نتحدث عن لاتسيو أمام بايرن ميونخ فهو لقاء مهم للغاية. لاتسيو ليس فريق سهل، لابد علينا أن نأخذ في الاعتبار أهمية هذه الفرق وهذه اللقاءات. نعلم جدا بايرن ميونخ فريق عظيم وهو البطل، ولكن ليست بالسهولة عليه هذه اللقاءات. شكرا. شايف ازاي فورست بايرن ميونخ واحنا بنتكلم عليه في ان هو يحافظ على لقب الشامبيونز ليج؟ يمكن الكل شايف ان البايرن ميونخ او البايرن هو الاقرب ان هو يفوز ببطوله الشامبيونز ليج ويحافظ على لقبه، شايف ازاي فرصه؟ بالفعل بلا شك بايرن ميونخ هو فريق قوي. عندما نتذكر في عام 74 و75 و76 حصل بايرن ميونخ 3 مرات على التوالي على هذه البطولة، كان من وقتها من أهم الفرق وكان الأوحد من وجهة نظري، كان مؤهل، حصل على هذه البطولة 3 مرات متتالية، كان يمتلك إمكانيات عالية وجودة رائعة. أعتقد الآن صعب جدا الحفاظ على اللقب، وخصوصا وجود فرق قوية، هناك فرق قوية رائعة، عندما نتحدث عن سبيل المثال يوفنتوس وليفربول، وهناك فرق كثيرة مهمة جدا، ستكون مواجهات صعبة بالتأكيد. محمد صلاح مع ليفربول وفرق، أعتقد أنه ستحسم في المباريات واللقاءات النهائية، في النهائيات أعتقد ستكون لقاءات صعبة للغاية على بايرن ميونخ. أعتقد من وجهة نظري ليس من السهل الحفاظ على التايتل أو على اللقب. طيب لو اتكلمنا اكتر عن مباراه ليفربول ولايبزيج، عايز اعرف منك في ظل الاصابات الموجوده عند طبعا في صفوف يورجن كلوب في ليفربول، مين الاوراق الرابحه اللي ممكن يكون طبعا بيراهن عليها في مباراه زي دي، وبرده عند ناجلزمان طبعا مدرب لايبزيج؟ كما ذكرت بالنسبه لي انا شخصيا هذه مباراه خاصه
على الرغم من وجود لاعبين ممتازين رائعين ليفربول، وكما ذكرت حضرتك ان هناك اصابات كثيره، فهذه مشكله كبيره لليفربول. ولكن هناك ما زال هناك وقت، شهرين من الان اعتقد سيعود معظم اللاعبين من الاصابات، وسيستطيع ليفربول ان يحضر نفسه بشكل افضل. لديه لاعبين رائعين، ماني وصلاح، واعتقد سيكون سيحضر نفسه بشكل ممتاز، واعتقد انها ستكون مباراه مهمه بالنسبه لي، حدث خاص جدا ومباراه صعبه على ليفربول بالطبع من لايبزيغ. طيب هل تتفق معايا ان مباراه اتلتيكو مدريد وتشيلسي تكون صعبه على الفريقين؟ أتلتيكو مدريد gegen تشيلسي. يا أتلتيكو مدريد أمام تشيلسي. أتلتيكو مدريد فريق صعب، فريق قوي. تشيلسي لديه مدرب رائع. من وجهة نظري إنها مباراة ستكون مباراة رائعة قوية. فريقين على أعلى مستوى. سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد يمتلك قدرات خاصة، وخاصة قدرات دفاعية، فأعتقد هذه المباراة بالنسبة لي ستكون مهمة جدا، وأعتقد أن الكفة لأتلتيكو ستكون هي الأقوى. وانا بتفق معاك في ده. طيب حفل جائزه ذا بيست هيكون يوم الخميس اللي جاي افتراضيا، مين بتتوقع ان يمنحه الفيفا لقب افضل لاعب وافضل كمان مدرب العام ده من وجهه نظرك؟ بالنسبه بكل وضوح لابد من الاعتراف ان بايرن ميونخ استطاع الحصول على كل البطولات، واهم البطولات البوندسليغا ودوري الابطال وسوبر وكل الابطال. من هنا استطيع ان اؤكد ان سيصبح روبرت ليفندوفسكي هو الافضل لاعب، لانه افضل مهاجم في هذا الوقت. وبالنسبة لي هانز فليك مدرب بايرن ميونخ، فمن وجهة نظري سوف يحصل هو، وأتمنى ذلك، على أفضل مدرب لهذا العام، لأنهم مع بعض في حقيقة الأمر استطاعوا أن يحصلوا على أهم البطولات، واستطاعوا تقديم أداء رائع ونتائج مذهلة في هذا العام، فيستطيعون الاثنين من وجهة نظري أن يحصلوا على أفضل لاعب وأفضل مدرب. طيب عايز أروح معاك لقرعة الدوري الأوروبي اللي تم إجراءها بمركز اليويفا، شفت إزاي القرعة دي؟ ذكرت استطيع بالتاكيد واشجع، وكلنا كالمان نتمنى ذلك، بان يفوز روبرت ليفندوفسكي بافضل لاعب لهذا العام. عايزين نروح لقرعه الدوري الاوروبي واليوروبا ليج، ازاي تابعتها؟ ازاي تابعت المباريات؟ يا أوسلوزونغ أوروبا ليج. فريقين هناك في هذه القرعة، في هذه البطولة. يا بيتي فايتا، ايش هو غزي؟ باير ليفركوزن سوف يشارك في هذه البطولة. يا genau، also wir fragen Sie dann. طيب بشكر حضرتك جدا مستر مارتن على وجودك معانا في برنامج السادسة.